خلال الانشغال اليومي بتفاصيل حياتنا اليومية قد لا ننتبه أن بعض من نصادفهم أو نعيش معهم يسحبون الطاقة الإيجابية من حياتنا. الشخص السام أو السلبي من الممكن أن يجعلك أو يجعلك في حالة نفسية مضطربة. السؤال المطروح كيف يمكن التعامل معه ومنع وصول طاقته السلبية إلى حياتك؟ هذا إن صح طبعا المفهوم. تفاصيل كثيرة نتعرف عليها مع الدكتور إبراهيم بوزيداني الأكاديمي والاستشاري النفسي. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا بكم وأهلا بالسادة المشاهدين. طبعا حضرتك دائما تعطينا طاقة إيجابية في الأستوديو بالمعرفة والعلم والحضور، فهذه نقطة لابد أن نؤكد عليها. هذه من طاقتكم الإيجابية وأيضا شكرا. شخصيتكم الإيجابية. شكرا شكرا دكتور. طيب كثير بنسمع مصطلح شخص سام في حياتي، شخص سلبي في حياتي، هذه مصطلحات تتكرر ونحن حتى نستخدمها في بعض الأحيان، فأخبرنا بداية هل هنالك بالفعل يعني في شخص سام يمكن أن نطلق عليه هذه الصفة أو شخص سلبي، وما طبيعة تعريف كل منهما؟ عندما نقول أنه هناك بعض الشخصيات السامة هنا تتعدد أنواع السم وتتعدد أنواع الآليات التي تستخدمها في التأثير السلبي على الناس المحيطين به. في بعض الحالات الإذاية تكون للشخص في ذاته صاحب الطبيعة هذه، في بعض الحالات يتعدى الإذاية لكل من هو حوله أو محيط به أو قريب منه. طبعا كما ذكرنا يوجد الكثير من أنواع السموم أو الشخصيات المؤذية، نعم، ولعل الشخصية السلبية أو المتشائمة تعتبر أيضا من الشخصيات المؤثرة تأثيرا غير إيجابي على من يحيطون به. نعم. بطبيعة تصرفه، بطبيعة أفكاره، بطبيعة لغته الجسدية ولغته يعني اللفظية، هذه الأمور كلها تجعل من حوله يحسون بأن هناك يوجد مشكلة حقيقية. صحيح. تجعلهم بعض الحالات لا يتمنون حتى رؤيته أو حتى لقاؤه أو حتى الحديث معه. صحيح. فيحس أنه عنده إجابات مسبقة لكل ما سيناقشه معه من كلام. لأن الغالب على هذا النوع من الشخصيات أنها ستعطيك نتيجة أو خلاصة سلبية على أي موضوع ستفتحه معه. صحيح. فبالتالي نتيجة النقاش معه محسومة، فأنت تعرف أنه إحباط دائم تماما يعني أنت تقول له على مشروع يقول لك يحكي لك نعم هذا المشروع كذا وكذا وكذا، لكن غالبا ستخسر فيه. أنت تريد تشتري بيت، نعم تشتري بيت جميل، لكن في الغالب ستفقد أموالك بدون أن تستفيد شيء. نعم. فيصبح الإنسان يقول لك يعني تمام يعني ماذا يجب أن أفعل، أجلس وانتهى الأمر. فبالتالي هذا النوع من الشخصيات تعتبر شخصيات مثبطة محبطة بعيدة عن النجاح، وترى أن بعض الحالات هذه الشخصيات قد تسعى للنجاح الذاتي، وهنا تجتمع السلبية مع الأنانية. يعني هو يحاول أن يرسل رسائل إيجابية لكل من حوله، لكن عندما يأتي الأمر إليه قد يحاول أن يبحث على حلول ويحاول أن يجد نوع من الإيجابية. يرسل رسائل سلبية لكل من حوله، لكن بالنسبة له يكون رسائل إيجابية. في بعض الحالات يكون سلبي على الطرفين، على نفسه وعلى غيره. فهنا يعني بعض الحالات يكون السلبية ممزوجة ببعض الطباع الأخرى، لأنه شخصية البشر معقدة، ما هي شيء بسيط. صحيح. لهذا نجد أنه لكن الشيء المشترك بين هذه الشخصيات كلها هي أنها تعطي مجموعة من الرسائل، مجموعة من المشاعر، مجموعة من الكلمات المثبطة الباعثة على الابتعاد عن النجاح، عن المحاولة، عن العمل. وهذا كله يعني يعتبر أمر خطير وسام. نعم. حقيقة يؤثر، إذا كان السم يؤثر على الجسد فإن هذه الطبيعة تؤثر على نفسية الإنسان وعلى انطلاقه وعلى عمله وعلى تحديه، فهو سم معنوي يؤثر تأثير قاتل على روح. نعم. الإنسان وعلى إيجابيته. يعني الشخص السلبي هو بالضرورة شخص سام، ممكن أن نطلق عليه هذه الصفة. نعم. عبارة عن سم. نعم. معنوي في حياتنا كما بحكم ذكرت. أنه سيبعث في قلبك نوع من يعني عدم الانطلاق، تتثبط يعني تحس نفسك غير قادر على فعل شيء. نعم. في بعض الحالات كلمة تدفع الإنسان إلى إعادة صياغة حياته كلها، في بعض الحالات كلمة واحدة تستطيع أن تجعل الإنسان يجلس في مكان ولا يتحرك أبدا. فهذا يعني الكلمة عندنا نحن أو طباع الناس، الرسائل التي يعطوها لنا كلها لها دلالاتها. إذا نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم في حياتنا العامة يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة. هذا الإنسان الذي يقابل. صحيح. الناس بوجه طلق، في بعض الحالات أنت تحس بنوع من الحزن، تجد إنسان سعيد
وهذه السعادة لا يحصرها في ذاته، وإنما يحاول أن يوزعها بين الناس على الآخر، من خلال كلماته، من خلال مظهر يعني بشاشة الوجه وغيرها. نعم. فإذا كان هذا الإنسان يعطي إيجابية لمن حوله، فبالمقابل الإنسان الذي يظهر بوجه متجهم بكلمات سلبية، بتهجم على مشاريع الغير. لهذا حتى نجد في بعض الحالات من الحكم التي أيضا نتعلمها هي أن الإنسان يقضي يعني أقضوا حوائجكم بالسر والكتمان. نعم. لماذا؟ لأنه في بعض الحالات أنت تفتح قلبك لبعض الناس، تحاول أن تشاركهم آمالك وأفكارك، طموحاتك، فتأتي إلى شخصية ربما من هذا النوع فتحاول أن تعطيك بعض الأفكار السلبية. صحيح. تصبح تنظر إلى هذا المشروع الذي كنت تراه حلم حياتك شيء لا يساوي صفر. ولنا الكثير من القصص حول على مثل هذه المواضيع. الكثير من الناس يجدون في المجتمع من يحاول أن يثنيهم على الوصول إلى أهدافهم بكلمات، بتطبيط، يعني حتى المعلم تجده في بعض الحالات تكون بعض المعلم بدون أن يشعر تصبح شخصيته سامة تشاؤمية، يأتي لطالب يقول له أنت لن تنجح أبدا، أو بعض الآباء يعني في لحظة غضب يذهب ويقول له يعني أنت طفل فاشل وغيرك وكذا، فيصبح ماذا؟ التأثير السلبي ينعكس على نفسية الطفل، فيحس الطفل أنه غير يعني محبوب، غير مقبول، لا يمت للنجاح بصلة، وبالتالي ماذا؟ نعمل على كسر نفسية هذا الشخص أو هذا الطفل أو هذا الطالب في المدرسة. نعم. طيب دكتور، يعني من الطبيعي أن نقابل هكذا أشخاص في حياتنا، وفي كثير من الأحيان لا يمكن التملص منهم، خصوصا إذا كان أخ أو أب أو حتى صديق مقرب أو زميل في العمل وما إلى ذلك. السؤال المطروح، ما هي الأسباب التي أدت إلى تكون هذه الشخصية؟ يعني لابد أن نعرف الأسباب حتى نعرف كيف نتعامل. صحيح. معها. يمكن حصرها في مجموعة نقاط. النقطة الأولى هي التنشئة. في بعض الحالات قد تورث هذه الشخصية. الطفل عندما يكون جالس بين أفراد الأسرة ودائما يسمع هذا الكلام السلبي في الأسرة، فلان لن ينجح، فلان لن يفعل، فلان كذا، فلان كذا، فيصبح ماذا؟ هو عبارة عن نمط سلوكي يرثه الطفل من خلال محيطه. لكن بالعكس، إذا كان الطفل يسمع كلمات مشجعة كلها تحدي كلها عمل، فماذا يصبح؟ يصبح عنده هذه روح التحدي، روح النظر بإيجابية للأشياء. أيضا المسألة الأخرى متعلقة بطبيعة الشخص كنمط شخصية. نعم. يعني بعض الناس ميولهم لهذا الشيء، يعني يصبح دائما يسعى إلى تفسير الأمور بسلبية. لماذا؟ لأنه يجد متعة في أن أو يجد عزاء في تفسيره للأمور بهذه الطريقة السلبية. هو إنسان غير ناجح، فاشل، فيصبح يقول كل الناس فاشل، يعني لا تحاول لأنه غيرك جرب وما نجح، أنا جربت وما نجحت، فيصبح ماذا؟ هناك نمط أو تطبع بشخصية بناء على تجارب ذاتية، وهذه التجارب الذاتية شجعتها بعض الاستعدادات النفسية. تجد بعض الناس الآن تذهب إليه تقول له مثلا أن هؤلاء الأشخاص الذين سيجتهدون في الدراسة سيحصلون على نتائج كذا، فهذا الإنسان يصبح يميل إلى عدم النجاح ويبرره، يقول لك الحكومة لن تساعدهم، المؤسسات كذا، البنوك لا تعطي، يعني يصبح ماذا؟ يفسر كل ما هو موجود بطريقة سلبية لتبرير عدم النجاح، يعزي نفسه، فيصبح هناك تعزية، وفي نفس الوقت يصبح هو مصدر لهذه الطاقة السلبية. فإذا عندنا جانب متعلق بالتنشئة، جانب متعلق بطبيعة الشخصية والميولات التي تكون عنده، وجانب متعلق بالتجارب الاجتماعية التي يعيشها الإنسان. الأمر الآخر هو المحيط. نعم. الإنسان الذي يعيش ضمن هذا، يعني دائما الشر أو الأشياء السلبية طبيعتها متعدية. نعم. والخير أيضا طبيعته متعدية. أنت إذا لازمت شخصية مثل هذه وأصبحت دائم الحديث معها ودائم الجلوس معها وبدأت تتقبل هذا النمط، فتصبح أنت متطبع بهذا الأمر بناء على الاحتكاك والملازمة لمثل هذه الشخصيات. نعم. فإذا هذه المصادر الأربعة يجب أن ينتبه لها الإنسان لكي لا يكون هو في نفسه شخصية سلبية أو متشائمة، ولا يورث هذا الأمر لغيره. نعم. نعم. طيب دكتور، يعني نجد في كثير من الأحيان كما ذكرت هذه الشخصية تحب أن تنشر السلبية لأنها تعزي نفسها، يعني هل هذا الشخص في نهاية الأمر يبحث عن أشخاص مشابهين له أو يحاول قدر الإمكان أن يصنع شخصيات في محيطه مشابهة له حتى لا يشعر بالغربة بشكل أو بآخر؟ في بعض الحالات يكون هذا ويكون ذاك. في بعض الحالات يحس الإنسان أنه متميز على غيره بهذه الشخصية. يعني يحس نفسه أنه يمكن أن يتنبأ بالكثير من الأشياء، فيحس يجد نفسه أنه
قادر على. وبالمناسبة هذه نوع من الشخصيات في بعض الحالات النقطة الإيجابية الوحيدة فيهم هي أنهم يقابلون الفشل بأريحية. لماذا؟ لأنه هو أصلا يرى أنه الأمور لا تنجح، فعندما لا تنجح يكون مستعد. لكن في نفس الوقت الإنسان الإيجابي لو ينظر للمنظور الطبيعي لحياته، مثال أن الفشل والنجاح هو طبيعة، نعم، وهو نتائج قد نصل إليها في بعض الأحيان، فيكون عنده الانطلاق في العمل مع وضع احتماليات الفشل. هذه شخصية سلبية سوية. الشخصية السلبية تضع احتماليات الفشل هي الأساسية، والنجاح هي الشيء الاستثنائي الذي قد يحدث بالحظ. فهنا أنت تتعامل مع شخصية بنت نوع من النمط الغير سوي في التعامل مع كل الأحداث. مثال عندما نذهب إلى تراثنا الإسلامي كمسلمين، مسألة التطير، بعض الناس يذهب للعمل في الصباح يجد قط أسود، يجد شيء يعني لون من الألوان التي هو لا يحبها فيتشائم، يقول لك اليوم سيكون سيء. أو بعض الناس يكون يعني يتعامل مع شخص آخر يقول لك هذا الشخص سيحدث له كذا. هذه النظرة من أين جاءت؟ هل عنده وحي؟ هل عنده؟ وإنما هذا منطلق نفسي سلبي. لهذا عندما نجد أن الإسلام جاء لمحاربة مثل هذه الصفات، لماذا؟ لأنه يرى أن هذه الشخصيات هي شخصيات سلبية جدا، وقد يكون لها تأثير كبير على حياة المجتمعات ككل، ليس على مستوى الفردي، قد يكون تأثيره حتى على أفراد الأسرة إذا كان أب، أو على أفراد يعني العائلة إذا كان له يعني سلطة اجتماعية. في بعض الحالات الناس قد تمنع بعض زملائها وأبنائها من مشاريع فقط بناء على النظرة السلبية، صحيح، يعني يعيقه. لماذا؟ لأنه يحس أنه سيحدث له كذا وكذا. فإذا المسألة متعلقة بماذا؟ متعلقة بنوع من النظرة التي يركبها الإنسان لنفسه أو يتبناها أو يأخذها من محيطه، وفي بعض الحالات يحاول أن يجد الراحة النفسية من خلال إيجاد أشخاص مشابهين له، أو يحب أن يتميز بحكم أن هذا صفة له، لأنه يستطيع أن يعلم مآلات الأمور فيجعلها كصفة مميزة. وتجدين أن بعض الناس ربما لا يقرأ نفسه، هو ما بيعرف أنه هو شخص سلبي أو شخص سام، ممكن بهذه الطريقة. يعني التعود والممارسة الدائمة للشيء يجعل الإنسان يقوم ببعض الأمور بدون أن يحس أنها غريبة. لو أحس أنها غريبة أو أحس أنه فيها إشكال لحاول إصلاحها. لهذا دائما نقول أن الإنسان إذا أقر بوجود المشكلة سيسعى في مرحلة ثانية على حلها. لكن إذا هو متقبل هذا الأمر كأسلوب حياة، كنمط للحياة، هنا من المستحيلات أن يفكر في حل، لأنه يرى أن هذا هو الأمر العادي، وهذا ما يجب أن يكون عليه الناس كلهم، حتى يعني ولو جزئيا. ولو جزئيا إلى حد ما. هذه نظرية المؤامرة. هذا على مستوى أكبر. يصبح الإنسان يرى أي شغل أو أي حركة أو أي فعل هو نوع من أنواع التآمر. هذا الأمر قد يكون يعني شخصية شكية أو متشككة، أو لكن في نفس الوقت باعثها هو المسألة التشاؤم التي قد يتبناها هذا الإنسان. وأيضا هذا النوع من التفسير يعطي له راحة، لأنه هو يعني متيقن نوعا ما أن هذا المشروع فاشل، فبالتالي هذا التبرير سيعطي له نوع من الراحة النفسية، أن فشله ليس لأنه هو فاشل، ولكن لأنه هذه الحقائق تقول كذا، أو هذه التجارب هي التي أثبتت لنا كذا. طيب دكتور، السؤال المطروح في حال يعني كان كانت هذه الشخصية موجودة في حياتنا ومقربة، كيف نتصرف؟ أولا حماية الإنسان لنفسه، لأنك حماية الإنسان لنفسه أولا يمكن أن تنسحب من هذه الشخصيات أو مقابلتها أو الحديث معها. تنصح في بعض الحالات، في بعض الحالات إذا كان هذا الشخص ليس القطع التام، الانسحاب الذي لا يؤدي إلى إذاية. نعم، مثال أن أنا جالس مع شخص لا أحاول أن نحكي له الأمور التي أراها أنها مشاريع خاصة، لا أحاول أن أفتح له أمور متعلقة بنشاطاتي وأعمالي، وإنما أحاول أن أفتح معه مواضيع مثلا، هذا انسحاب نفسي أكثر منه فيزيائي أو وجودي. في بعض الحالات لا، يجب الإنسان ينسحب. لماذا؟ إذا أحس أنه غير قادر، يعني هو يحتاج إلى مساعدة، يحتاج إلى شخص يتقاسم معه أحاسيسه ومشاعره، فلهذا هذا الشخص عليه أن يتجنب مثل هذه الشخصيات فيزيائيا وحد يعني كلاميا. إذا كان هذا الشخص قريب منا
يعني نسكن معه في البيت أو هو من المحيط القريب، لا يمكن طبعا أن نبتعد بهذا المفهوم، لكن علينا أن نحاول تقديم مواصفة، يعني نعمل حماية ذاتية ونعمل على تغييره أو دفعه للشعور بأن فعله يحتاج إلى تعديل، لكي نبعد أنفسنا وأيضا نحاول أن نعالج المشكلة. نعم. أيضا الإنسان من خلال إدراكه لنفسه وإدراكه لذاته يعرف أن هذه الأشياء، الفشل والنجاح، أن تفسيراتنا لأحداث الحياة كلها مبنية على النجاح أو الفشل أو الحصول أو عدم الحصول. نعم. فهذا الأمر يعطي له نوع من الثقة في الذات، يعطي له نوع من تقدير الذات في تقدير جهوده، فبالتالي يستطيع أن يستمر. إذن عندنا أولا مسألة الانسحاب، الانسحاب على نوعين، الانسحاب النفسي أو الحواري من خلال تحديد المواضيع التي يجب أن نناقشها مع هؤلاء الأشخاص، إذا كان أيضا الأمر أو الشخصية التي ستجلس أو التي تريد أن تصاحب هذا النفس غير قادرة على مقاومة هذا النوع أو إدارة النقاش، تحاول الانسحاب التام. أيضا محاولة الإصلاح أو توضيح الخطأ للشخص الذي يتحلى بهذه الصفة من خلال طرح أسئلة، يعني لماذا أنت تفسر هذا الأمر بهذه الطريقة؟ لماذا أنت فقط ترى أن هذا الأمر يحدث؟ ليش أنت سلبي؟ مباشرة في بعض الحالات، لأن التوصيف هذا، لأنه هو كما ذكرنا هو لا يرى نفسه سلبيا. والإشكال في بعض الحالات هو متعلق بنمط التفكير، هو يحتاج أن ينزح هذا القالب، يعني هو بنى قالب فكري يفسر به الأحداث. نعم. فأنت عندما تقول له لماذا أنت سلبي، هو يقول لك لماذا سلبي، أنا أفسر الأحداث بناء على تجارب هذه الطريقة. لكن لو أنت تحاول أن تشكك في آلية التفكير ليس فيه كشخص، وهذه من النصائح التي نوجهها دائما. نعم. للناس الذين يستشيرون، أبدا لا تحاول أن تنتقد الشخص. انتقد السلوك، انتقد طريقة التفكير، لكن عندما نقول مثلا أنت سلبي، أن هو يحس أن الكلام موجه له. لكن بالمناسبة دكتور، نعم. يعني حتى لو انتقينا كلماتنا، مش كل الأشخاص بيفسروها أنك أنت منتقي كلماتك. نعم. وانتقدت السلوك وليس شخصه، يعني في أشخاص بتنتقد سلوكياتهم لكن لأنهم سلبيين فرح يفسروها أنه أنت انتقدت أو وجهت انتقاد شخصي. تماما، لكن مباشر. هو الأمر عندما نحن نفعل شيء ويراه الغير خطأ، نحن نحاول أن نلتزم بالمبادئ. إذا رآه هو خطأ هذا مشكلته هو. نعم. وحتى لو استشار إنسان آخر سيقول هذا الإنسان هو قال لك هذا الكلام وهو كلامه صحيح، وبالتالي. نعم. أنت تجعل نوع من الحماية فيما يخص تقديم الملاحظة، فيما يخص تقديم وجهات النظر. فبالتالي هذه الأمور كلها قد تساعد إلى حد ما في الوقاية من هذا النوعية من الشخصيات. وطبعا من المستحيل أن يخلو المجتمع من هذا الأمر، وفي بعض الحالات هذا الأمر، يعني حتى في القرآن الكريم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، يعني بعض الحالات يأتي يعني تخويف، نظرة سلبية. لكن عندما يكون الإنسان كما ذكرنا تقديره لذاته عالي، ونظرته لمواصفاته والسكيلز والكفاءات اللي يكتبها يعني احترام وتقدير يعني معتبر. نعم. هذا النوع من النظرة أو هذا النوع من النقد أو هذا النوع من السلبية لا يكون لها تأثير. المشكلة عندما يكون الإنسان هو يحتاج إلى مساعدة، أو يكون هو في مرحلة بناء نفسه، أو في مرحلة الخروج من مشكلة ويلتقي مع هذه الشخصيات، هنا تكون الكارثة الكبرى. فلهذا هذا الأمر في هذه الحالة ينصح بالانسحاب التام من مقابلة شخصيات سلبية مثل هذه. جميل، شكرا جزيلا حقيقة دكتور إبراهيم بوزيداني على كل هذه النصائح القيمة وهذا التفسير المستفيض في هذا الموضوع. لك.